قلت والله فسمعته هذه البيت اللي هناك. الغريب انه الكلام كان عنده. اها قال لي ايه ده؟ مين بتاع حسين سيد؟ قلت له قال لي غريب. المهم كان عنده الكلام. قلت له استاذ نيفي انا؟ قال لي لا لا يا لو كان حسين ادالي الكلام ده من زمان مع ساكن قصادي. نعم. وتكميله. قلت له خلاص يعني. قال لي لا 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 شوف شوف اللطف واللباقه والخلق. فهذه سمعتها العدامه واعجب بها. فكانت اسمها البيت اللي هناك. نعم. والماء رجعت بجماليتها ترجمتها للهجة المغربية فقد وصلت الدار اللي هناك ولا نفس اللحم. نسمع نسمع قليلا ثاني ثاني. معلش نحن طماعين والطمع فيك حلال. على جنب الدلية الكبيرة قبلتها دار دار قديمة أول حب عرفت فيها 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 في الدار اللي هناك في الدار اللي هناك في الدار اللي فاس أعرق مدن المغرب العربي حيث عاش الفنان عبد الوهاب الدوكلي حتى العشرينيات من عمره. تحتضن ومنذ القدم جامعة القرويين التي بنيت قبل أكثر من 1200 عام وعرفت الازدهار والثقافة وكانت منارة لنشر الإسلام في المغرب والمحافظة على إتقان العربية رغم كل التيارات. فاس المحافظة بتقاليدها العريقة ورائحة أزقتها وشغف أهلها وحبهم وتأثرهم بالموسيقى الأندلسية رغم قربها الجغرافي من أوروبا، كل هذا ترك أثره الكبير في نفسية عبد الوهاب الدوكلي. أما الدار البيضاء حيث أقام عبد الوهاب الدوكلي وما زال فهي ميناء مفتوح طابعها حديث تضم الحركة المسرحية والفنادق الفخمة وجمال البحر، كما أنها تحتوي على العديد من الفنون التشكيلية والحرفية التي أثرت كثيرا في نفسية عبد الوهاب الدوكلي. الدار البيضاء تضم أكبر مسجد ليس على مستوى المغرب وإنما على مستوى العالم، فهو ثاني أكبر المساجد، مسجد الملك الحسن الثاني.
وفي أعلى عمارة في الدار البيضاء المكونة من 17 طابقا يعيش عبد الوهاب الدوكلي في الطابق 17 ليطل على مدينته في منظر ليلي ساحر. نسب إليك القول، وطبعا نحن نعتذر من المدام لأنها قاعدة هناك. نعتذر من المدام لأنها تستمع إلى اللقاء، ولكن سأوجه هذا السؤال. نسب إليك القول بأن السعادة ليست في القفص الذهبي، هل هذا صحيح؟ يعني يعني ما تخافش من المدام، نطلب منها تقول. لا لا ابدا لا 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 طيب، لا احنا المدام زوجة وصديقة وأخت ومساعدة وفيها كل شيء. طيب الحمد لله الحمد يعني لله. يعني الإنسان كيقول كلام مثل هذا لما ما كيجربش فقط. لما الإنسان ما كنت في هذه اللحظة اللي كنت هذا الكلام ما كنتش متزوج. ما كنت متزوج طبعا. أما الآن يعني لا تغير عايش طبعا يشطب الكلام ليس خوفا من المدام. مش خوف من المدام. لا 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 خلاص. طيب احنا ما بيناتناش الخوف، بيننا الاحترام. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله دائما. استاذ عبد الوهاب، ايضا نسب اليك وهاب كما كان يناديك محمد عبد الوهاب. يا استاذ الدوكلي، نسب اليك ايضا مهاجمه بعض المطربين الكبار عندما قلت بانني انا المطرب العربي الاول. فهل هذا صحيح؟ هذا بما لا شك فيه، قريته في إذا كان ذاكرتي ما تخنيش في جريدة الأخبار سنة 1964. إذن أنا المطرب العربي الأول وباقي الفنانين. لا قلت أنا المطرب العربي الأول. تخسك لا أنت قرأتي فقط. لا وأنت سميت الآخرين يعني بالتسميات. أنا لا أريد أن أقولها يعني أقولها. لازم أقولها. طيب يلا أنت تقول. قلت أنا قلت محمد عبد الوهاب نعم، وأم كلثوم دويو كرومي نعم، وباقي الفنانين سلطة. أنا قلت هذا الكلام في 1964. نعم في عيب الإنسان قلت كلام يكون صريح. طيب كيف كلهم سلطة. نعم يعني في ذاك الوقت، ذاك الوقت هل تغير رأيك الآن؟ هل تغير والأكل بدون سلطة في أنا مثلا أحب السلطة والأكل بدون سلطة في صحف عبد الوهاب. لكن هل جرى عليك ذلك كثير من المشكلات مع لابد وهو يعني شوفي يعني الإنسان يبقى ماشي دائما في سعادة دائمة ليست بسعادة. والإنسان تبقى دائما الإنسان يقولون عليك الكلام الخير ليس كأنك يعني لازم أن تكون بعض الاتهامات ولازم تكون بعض المشاكل. لكن لماذا تذكرت التاريخ؟ لابد أنها جرت عليك كثير من المصايب حتى مش المشاكل. لا لو تقولي لي لو تقولي لي لو تقولي لي حاجة ثانية ممكن أن أذكرك. الحمد لله الحمد لله ذكر نعم الحمد أظن لله. أظن نشوفها قاعدة بخير قاعدة نشوفها. لا معلش قولي هذا ممكن أعطيك تاريخها. نعم أو تقريبا يعني 20 سنة أقل 20 سنة. أستاذ عبد الوهاب، أيضا أنت غنيت بالفرنسية. لماذا غنيت بالفرنسية؟ غنيت بالفرنسية يعني كتجربة. قلت مع نفسي برا لماذا لا إنسان يجرب. فلقيت أنه سهل بسيط، أنه كان واحد جملة كتكون هذا سهل. والآن لازم ماشي عليه الآن يعني في الخريف تيديروا واحد هذا الكلام كيعرفوا الموسيقيين الكبار. نعم. أو الملحنين مش المغنيين. نحن لا نفهم بالموسيقى فأرجو أن تبسط لنا. نعم هذا كلام معلش مرات موجه للملحنين الكبار. طيب كيديروا مثلا جملة نعم لما كتسمى لايت موتيف. نعم وهذا لايت موتيف من أصعب ما يمكن أنه يوجد.
لانه هو اللي كيكون المحور ديال الاغنيه. نعم. فلما كتلقى هذاك اللايت موتيف اللي هو المفتاح، نعم، كتطرز وراء اشياء وترجع للمفتاح وتعمل كذا وترجع. فعملت هذا نفس الشيء فطلعت اغنيه هذه كانت سنه 66، عملت اربعه هذه جو سوي جالو، هذه انا غيور وابسنت ومون امور وبادي، هذو اربعه هذ القطع. وهذه الاغنيه سبحان الله مشيت انا من رب لباريس في اظن زياره خاصه، نعم، ومشيت مع اصدقاء النايت كلاب وانا نسمع الاغنيه وكيرقصوا عليها الناس. قلت لهم لو تعرفوا يا ولادي الايه فرنسيين صاحبها مين؟ والله كانوا سرقوك يا راح. نحن نقول دائما العالم العربي يسرق، انه نحن نسرق من الغربيين، يعني هم سرقوا لك الاغنيه؟ لا، كانت اغنيتي. ايه انا اللي كنغنيها. لا، بصوتي. نعم، اغنيتي بصوتي في 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 كلاب. مزبوط. ورقصوا عليها. يرقصوا عليها. اذا سرقوا لحنك. ما سرقوا شيء. ولا كيف يضعوا في كيف يضعوا بالحانه؟ بدون ما في حقوق مؤلف، ما في حقوق تأليف، ما في كلهم. ما في حقوق. وهذا لما كتمشي لاي كلاب. نعم. في اي مغني ممكن تسمعي. نعم. لا لا. ما ليست سرقه. لا ابدا. مش سرقه. حاشا، السرقه هي ان تاخذ الانسان مثلا تحط يدك في جيبه وتاخذ مثلا. او تشيل مثلا انسان تشيل مثلا هذيك وتاخذها، او تاخذ مثلا جمله موسيقيه كبيره او لحن كله وتاخذه مثلا. هذه ليست بسرقه. مره سالوا بيتهوفن عن جمله كبيره، هو في القانون الموسيقي 8 ديال الموازير، مثلا موازير مثلا حسب هاي شوي تجاوز، هي أربعة يعني أكثر من أربعة حسب قانون الأمم المتحدة يعتبر سرقة. لا لا لا، ثمانية كثير يا أستاذ، 800 كثير. أربعة، خليها أربعة. أربعة هم، خليها اثنين ونص. لا أربعة. نعم. لا يعني فقالوا لبيتهوفن قالوا له كيف يعني بعظمتك وكذا وأخذتي جملة كبيرة للمزار، قال له ما لقيتش أحسن تعبير غير هذه الجملة. شوف هذه ليست بسرقة، ما دام الإنسان لا ينسب شيء لنفسه. بحال مثلا لوحة ديال رسام كبير غوغان ولا أي رنوار ولا ماني ولا كلود موني ولا غيرهم، ولا فان غوغ ولا غيرهم من رنوار غيره. يعني واحد مثلا يعمل له رسم ويمضيه، هذه سرقه. انما لما تعمل مثلا رسم، نفس الرسم تعمل دابغي، يعني نسخه هذه ليست بسرقه. ما دام تحترم على مثلا اغانيه مثلا عين البشر غنوها 24 مغني ومغنيه من العالم العربي. مرسول الحب غنوها يمكن 30 واحد من الوطن العربي، وحتى سجلوها في اسطوانات وكذا والى اخره. وانت لا تغضب، لا تغضب من ذلك. شوفي انا كنقول لا بصراحه، بتغضب ولا ما بتغضبش؟ أبدا، ليش غنغضب؟ ما تغضب ولا تطالبهم بحقوق؟ لا شوفي، كتشوفي انا كنقول مثال زرعوا فاكلنا ونزرع لياكلون. والله هذا تسامح، منتهى التسامح. ما خليهم، ما فيش اي مضره ولسنا الابتسام وحرنا شكون يسلم ولا يبدا الكلام. النظرة فتناها ولسنا الابتسام وحرنا شكون يسلم ولا يبدا الكلام. عينيك شافوا فيها وحاولت تفهمي.
حياتي ودي قرب قرب عندي وحاول تفني تفني. أستاذ عبد الوهاب، أيضا أنت تكلمت عن تجربتك عندما لحنت أغنية من 8 مساء حتى 4 صباحا حتى تدخل في فيلم. يقال بأنه كثير من المطربين غير المصريين، أنا لا أحب هذه التفرقة ولكن حتى التحديد يعني هلا أحدد، غير المصريين عندما كانوا يشاركون في الأفلام المصرية كانوا يكتفون بأغنية، مثلا فايزة أحمد تغني، عبد الوهاب الدوكلي يغني أغنية، مطرب سوداني يغني أغنية مع عبد الحليم حافظ، ما فيها أي عيب. ما فيها ممتاز، ما في أي ما السؤال. لماذا لم تأخذ، لماذا لم تأخذ أدوار كبيرة في مثلا في السينما؟ لا لا، عملت أفلام طبعا، عملت أفلام عملت أفلام يعني، لكن فيلم لا ما فيلم ماشي، أنا حتى عملت رمال من أخيرا ذهب، رمال من ذهب، رمال من ذهب مع فاتن حمامة، حمامة. نعم. وبول باغ شركة الإنتاج مشترك، مغربي مع يوسف شاهين، نعم مع يوسف شاهين، أفلام ليوسف شاهين مع الأسف كان المونتاج فيها كثير. أوكي، شوف الأخ يوسف جو مبروك عليه أنه أخذ يعني الجائزة الكبرى في مهرجان كان، والله فرحت. يعني هم صوروا ثم كان المونتاج ولا ليش؟ لا ما هذه حاجة تانية، عاوتاني خلينا شفت الدبلوماسية، أنت لا يجب أن تكون دبلوماسي، مش تكون مغني، مش تكون بس ملحن ومغني. يقولي المسؤولين لماذا؟ والله لماذا؟ والله بحب الدبلوماسية، مش هذا الكلام، لأنه يعني معناها الدبلوماسي كيف؟ الدبلوماسي هو الذي لا يقول الحقيقة. الدبلوماسي عادة لا يقول الحقيقة كثيرا يعني، لا أبدا، أو عنده يغلف الحقيقة بالحرير. لا أبدا، يغلف الحقيقة بالحرير. إذا ما هو مفهوم الدبلوماسية عندك؟ لا أنا سألتك على مفهوم الدبلوماسي. لا أنت اللي تجاوب، أنا بسأل مو أنت تجاوب. المفهوم ديال الدبلوماسي هو الإنسان اللي يخلي الناس يعني على راحتها بدون ان يضايقهم او يزعجهم او يقول. انا اظن هذه الدبلوماسيه وفيها شيء ما من ال يعني هكا حبه شوي ديال شوي لا بد شوي فكاين افلام طويله يعني، عملت اين تخبئون الشمس، نعم وعملت يعني اخيرا خفايا، نعم فيلم مازال حيطلع غير ما فيش غناء. انا الان ما نعملش افلام فيها غناء نهائيا، نعم لان انا علمك انا كنت انسان مسرحي طبعا، مسرحي لا نعرف عن تجربه المسرح، لكن هذا بيجعلني اسال الان لماذا تركت المسرح؟ الاغنيه طغت، الاغنيه طغت، لان الاغنيه تقريبا فرديه، نعم وان كان حتى الموسيقى يعني ماشي ماشي فردي، لان لابد لك من مجموعات موسيقيين سواء كتار او قلال. الغريب انا شفت هالايام هذه بقدر ما في اوروبا جبنا على يعني او امريكا كتلقى فرقه فيها 4-5 عازفين، نعم الاخوان الشرقيين داك النهار حسبت كاين 66 عازف والله العظيم، وكيت سمع فقط بقت فيه 10 ديال الايقاع، 10 مش يعني 10 دقائق وما عرفت كذا وكورس الخير مع الاسف والصوت زفت زفت، بكيت يا ريت لو كان على الاقل تسمع بهذيك الهاله يعني كيضيع الغناء وكيضيع الاشياء، وان كان انا من رايي انه الفنانين لابد انهم يعيشوا ولكن هكا 66 عازف الاغنيه، وإذا بغيتي دير موسيقى يعني صامتة تقدر دير 660 فأنا ديك المرة مشيت مثلا جولة، عملت جولة عبر تونس ديت معايا 8 عازفين فاستغربوا قالوا لا يمكن. وغنيت الملوف ولا شو غنيت لهم هناك؟ ملوف ملوف تبعهم اللي هو الموشحات. هل تأثرت بالموسيقى الأندلسية؟ نعم غنيت لهم أغاني ديال عبد الوهاب الدوكالي طبعا، لكن هل عبد الوهاب الدوكالي عارفه عبد الوهاب الدوكالي، لكن هل عبد الوهاب الدوكالي منسلخ انسلخ عن الموسيقى العربيه عن التأثير؟ ولا بالتالي لا بالتالي الانسان انه يتاثر غصب، نعم غصب عنه يعني. مرات كنت البارح
نعم. بصراحة ما يعني دائما لما كنبغي ننام لا أنام إلا على الموسيقى. نعم. استغفر الله. فسمعت هكا بشويش موسيقى أظن من الخليج من ألذ ما يمكن. ممتازة ممتازة للغاية. من الذي يعني غنيها؟ ما عرفتش من مع الأسف يعني بعد لما خلصت دخلوا مباشرة في كلام ما قالوش أنه هذا كانت أغنية من كلام فلان أو شيء فلان. لكن في غير حادثة الأمس. كنسمع في غير حادثة الأمس مين بيعجبك من الخليج؟ كلهم هادو الخليجيين سبحان الله كانوا أصوات طيبة كلهم ما تقدرش يعني تقول هذه شوية دبلوماسية دبلوماسية كثير بعرف دبلوماسية كثير يعني حقيقة والله إلا كانوا مطربين ممتازين بصراحة كانوا مطربين ممتازين وال الألحان ما عندي أنا وجهة نظر على الألحان نعم مع الأسف كان واحد الشبه كثير بين نعم تشابه كلهم كيديروا تقريبا نفس الكلام ما كاينش واحد التغيير في كلام خيري وكيعمل لك موسيقى ويدير لك الكمانجات في الفوق يعني زي الموسيقى الهنديه وخيري كثير ومن بعد كيرجع بدقه هكذا بالعود يعني تقريبا اتمنى ان يكون واحد نوع ديال الاجتهاد هذا طبعا شيء جميل يعني ما فيش ماشي ولكن كاين ملحنين عندهم طاقه انهم يعملوا احسن ان شاء الله نتامل عندهم طاقه انهم يعملوا احسن ويغيروا شيء اما من هذا من اسمه يخرجوا عبد الوهاب الدوكلي والموشحات وتاثير الموسيقى الاندلسيه يعني عليك لا, لا ما كان ما كانش تاثير ما كانش لا ما كانش تاثير كل ما هناك ان كنسمع لما كيف قلت لك الأخت ليلى جاب كثير من الموسيقات يعني مرات ممكن تلقى مثلا جملة صغيرة أندلسية مرة يمكن تلقى واحد جملة أو ثلاثة أو أربع نوط من موسيقى أو العيطة أو قديم يعني مرة. أنت مثل خلف الأحمر قال ذهب إليه أحد الأشخاص قال له ماذا كيف أكون كاتبا أو شاعرا فقال له اقرأ 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 ثم انسى ما قرأت واكتب يا سلام وأنت نستطيع أن نقول أنت نتاج كل هذه الأشياء أظن أنه لما كنت يعني تتشبع نعم بأشياء يعني خلاص يعني كاين واحد النوع ديال المخاض ونوع ديال الاشياء اذا نعود الى رجل عام 1991 عبد الوهاب الدوكلي الذي اختير رجل العالم من رجالات العالم الحمد في لله. عام 1991 ما هي المقومات لله. ما هي المقومات التي تعتقد انهم اختاروك من اجلها هذا السؤال لازم لا 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 إلي إلي. لا 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 هذا كمان دبلوماسيه لا 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 ابدا هذا ليس دبلوماسيه لانه بالصعوبه بمكان انني اتكلم عن نفسي نعم وبالاحرى في هذا على هذا السؤال لان ليس بسهل انه اختير عبد الوهاب الدوكلي رجل الموسيقى ل 1991 كانت لجنه التحكيم فيها 200 او 250 من رؤساء دول ووزراء وفنانين وفلاسفه وكتاب وادباء وكذا وانا كنت اخر من يعلم وكان عيد ميلادي انا في 2 يناير عيد ميلادي في 2 يناير كل عام وانت بخير متاخر كثير بس كل عام وانت بخير نعم ف يعني بصراحه فرحت يعني هذا تقريبا لازم تسالي عليه يعني مره ان شاء الله تقابل الاخوان المسؤولين على ايضا مجلة المجلة نعم هي ناس يعني مجلة المجلة نعم. ما شاء الله عندهم يعني استطلاعات رصيد كبير وعندهم استطلاعات للرأي نعم واقلام نعم. صراحة اقلام نعم. لما كتعطي المجال نعم. لاقلام سواء كانت كبيرة او صغيرة فالقارئ كيستفد نعم. ولما كتجيو كتعمل استفتاء مثل هذا فرجل في السياسة في الأداب في كذا في الفن في كذا يعني ليس بسهل نعم. أن لازم أن تكون واحد المقومات كثيرة في عام 1991 ما هي العلامة الفنية التي جعلت مثل هذه المجلة تختار عبد الوهاب الدوكلي
لا اللي عملت هو هي كانت الخلاصة ديال 35 سنة أظن ديال ديال المهنة ديال الفن مولد القمر. مولد القمر اللي هي مجموعة. مولد القمر هذا يعني ما هل أطمع إني أسمعها منك مولد القمر؟ دي يعني نسمعك شيء شوي منها. منها. شوي منها. نعم. وغادي نقول لك شيء الآن غادي نقول واحد سر. ها. و من عشاق اللي كان عشقهم يعني الفنانين كان بيتهوفن موزارت محمد عبد الوهاب والسنباطي هادو في القمة يعني كموسيقيين فهذاك العشق ليا ليهم يعني عملت منه في هاد القطعة طبعا هذه كانت اطول اغنيه عملت وسمعتها يعني لمحمد عبد الوهاب فعشقها كثير من أطول القصائد اللي عملت لأن فيها ما يقرب عن 40 دقيقة بالمناسبة أنت تركت القصائد ذهبت إلى الزجل مثل هذه لازم الإنسان يسمع على الأقل 20 سنة نعم فخلص اكتفيت يعني نعم لما تسمعيها لما عملت جلسة مع بعض الأصدقاء وقبل ما نغني أقول لك قلت لهم سمعناها جلسة فيها كثير من الفنانين وأدباء وشعراء وصحفيين وبعد قلت لهم درت واحد نوع ديال الاستفتاء قلت له القطعة في نظرك فيها كم دقيقة؟ واحد قال لي 17 قلت له القطعة فيها كم دقيقة؟ قال لي 21 القطعة فيها كم دقيقة؟ المهم يعني يعني أنت تأخذ آراء الناس قبل خذيت الرأي ديالهم وقلت لهم فيها 35 دقيقة كيف يمكن؟ لأنها جميلة أحسها قصيرة نعم فيها سبحان الله نعم ما نقولش من الأول ما نقولش من الأول لأنه حندخل في يعني تقريبا في الوسط قد كان لي مع الضياع موعد كل صباح قد كان لي مع الضياع موعد كل صباح يسكنني الليل يغتالني 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 يسكنني الليل يغتالني 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 كقطرة نسيا في كأسي ملا غفوت نمت فوشوشت
في أذني فراشة بيضاء. الحب جاء، الحب جاء، الحب جاء من غير موعد، الحب جاء. كانت سوار الزورق المجنون ترنو للضياء، كانت سوار الزورق المجنون ترنو للضياء. وفي شوارع الأعماق يركض طفل يزرع الزقاق، يعلق الأطواق، يفرش بسمة لموكب العشاق، لموكب العشاق. الله الله الله. الله الله، سلمت يداك، سلمت يداك، سلمت يداك. إن شاء الله بإذن الله مرة نسجلها على التلفزيون أو مع الفرقة. إن شاء الله. أستاذ عبد الوهاب، عندما تلحن الأغنية ثم تلحن موسيقى تصويرية، تضع موسيقى تصويرية، ما الفرق بين وضع موسيقى تصويرية وبين الأغنية؟ هذا يعني هو في الواقع سيناريو واحد. واحد. سيناريو واحد. هو أنا بالنسبة لي لابد أن أقرأ السيناريو مرات ومرات ومرات، وكنشوف مع المخرج أولا وجهة نظره. يعني تصور المخرج في أي محل ممكن. نعم. يكون يعني كل واحد، كل مخرج عنده رؤية، مثلا نفس القصة رؤية مختلفة، يعني كم قصة. نعم. عملوها مثلا 10 أو 6 أو 7 أو 5 مخرجين. نعم. في نفس الوقت. صحيح. مثلا تايتانيك هذا. نعم. اللي فات مش أول مرة. لا لا طبعا، وغيره من أيام عرض أفلام من أفلام من. نعم. من. نعم. وغيرهم. فكل واحد كياخد بالجانب دياله ولا حسب التقنيات ولا حسب. فيعني أنا أحب أن نعمل الموسيقى التصويرية لأنه عالم آخر، لأن بالنسبة لي أحب وأعشق الموسيقى الكلاسيكية. نعم. فهذا شيء يخليني أن أتقرب شيء ما، وإن كان طبعا ماشي ضروري نستعمل الأشياء كلها كلاسيك. نعم. مرات ممكن لك تعمل الحدث. نعم. تم بنتم. كيف يأتي إلى آخره؟ كيف يأتي اللحن؟ كي يأتي أولاً بتصوير المشاهد، يعني كنشوف أنا الفيلم مثل المخرج. نعم. أنا كنشوف الفيلم هو صور وأنا أقرأ فقط. نعم. يعني حتى في الأغنية، يعني أنا السؤال عام، حتى في الأغنية يعني كنجهز. نعم. لا كنجهز يعني أولاً. ثانياً لما كيكون في الوقت ديال المونتاج. نعم. في الوقت المونتاج ديال الفيلم كنمشي مع المخرج وكيوريني لي روش. نعم. روش يعني تلصيق الفيلم. نعم. يعني واخر، وكنشوف بعض اللقطات كنبقى معايا مع اسمه الحساب اسمه الساعه. نعم. الكرونومتر، وناخذ هنا وكنشوف بعض الحالات لانه لا انا اسال كيف يولد اللحن، كيف ياتي هذا اللحن بدون لا زمان لا مكان. لو قلت لك كيف تكتبين غادي تولي ملحن هذه كيجي لانه هذه مثابره. نعم. نعم. تأثرت في يعني انت تقول انك احببت عبد الوهاب، لكن ايضا فريد الأطرش على ما اعتقد لحن لك. لا لم يلحن. اذا كتبت الجرائد كان يعني كلام جرائد، لماذا لم يلحن لك؟ لا هو شوفي مرة في جرائد من الأخرى سألني محمد عبد الوهاب على هذه حكايتي ويا حبي، قال لي من هذا، قلت له لحن، قال لي اها، قلت نعم. ولما سمعت البيت اللي هناك قال لي لحن، قلت اه، قال لي وهاب، قلت انا، قال لي ما تغنيش لحد حتى لمحمد عبد الوهاب، قلت له استغفر الله، قال لي ما تغنيش لحد،
يعني اذا القصص اللي كنا نسمعها عن عبد الوهاب يعني هذا اعطاني يعني اعطاني يعني يعني حقنة فما غنيتش يعني ديال الامل وحقنة ديال ثقه في النفس ومسؤوليه عظمى. انت تنظر اليها من هذه الزاويه، لكن لو هذاك المسكين فريد الاطرش لو لحن لك ايمان فريد الاطرش ملحن كبير عظيم. نعم ماله يعني فريد الاطرش يعني يعني ابهر الجميع باغانيه وكان شعبيته اكثر من محمد عبد الوهاب لعلمك في المغرب ماشي في المغرب في العالم في العالم اي نعم في المغرب في العالم العربي شعبيا فريد الاطرش اكثر لانه كان كياخذ لانه من الكتاب اللي كان عنده فتحي أورا كان كيدير المسائل يعني الخانات الصغيره كذا. محمد عبد الوهاب كان بيعمل. اذا لماذا لم تغني له؟ لانك سمعت نصيحه عبد الوهاب. لا 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 لا, 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 لا قال لي قال لي محمد عبد الوهاب هذا الكلام قبل ما نشوف فريد الله يرحمه. اه قبل لا 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 قبل قبل افتكرت يعني فريد لا امير فريد عظيم. ماذا عن تجربتك في فيلم هذه سؤالين هذه اللي قلت لها خلاص بس هو اخر سؤال والله التجربه مع فيلم القاهره في الليل. القاهره في الليل كان كذلك فيلم السعرادي. السعرادي يعني كيف قلت يا الاخت ليلى اغنيه من هنا مطرب من هنا وحولهم يعني النجوم بسيط هكذا النجوم وكان من هذا محمد سالم ثلاثة ديال الناس راحوا يدرسوا الإخراج في ذاك الوقت استغفر الله في أمريكا أظن حسام الدين مصطفى أنا أحترمه كان فنان كبير نعم ويوسف شاهين نعم ومحمد سالم نعم محمد سالم اختص في التلفزيون نعم اختص في التلفزيون هو اللي أظهر كثير من الناس يعني النجوم نعم نعم رأسهم الثلاثي أضواء المسرح لأنه كان يمكن هو كان عارف أنه التلفزيون هو لغة العصر بما لأنه كان إنسان يعني بعقليته أمريكي نعم يعني حتى في في, 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 في القاهرة كان كيجي وكيعرفوها والناس كيعرفوها في كادلك فيها أمريكية كيجي الباب الغير هو هكا نعم وكان بتخيلات وكذا وكان عنده كيقولوا ورقه بيضاء كارت بلانش ولكن كيقدم اشياء للترفيه لان التلفزيون حقيقه هو اداه للتعليم والتثقيف وكذا ولكن احنا اتمنى ان يكون فيه ترفيه اكثر ما انه تثقيف لان كيف نثقف ما دمنا نتحدث عن الثقافه هذه الكتب كلها هل انت تقراها ام وضعها بس للديكور بصراحه يعني لا يعني مرات في بعض الكتب اللي قريت يعني ما قدرش نقرا هذه كلهم البري نوبل مش كلهم عادي هناك هنا طبعا القران واحد قرأت. قرأت. ولكن عندي نعم. مجموعه نعم. الحمد لله فيها نادره عندي مثلا انا كنقرا هذه مجموعه ديال الف ليله وليله نعم عندي هادو كل هاد الكتب اللي هنا اصحابها ماضينها لي هاد الكتب هدايا نعم هدايا. هل تقرا اذا هل تقرا طبعا تقرا ماذا تقرا اي حاجه كتجي في البال ولكن الحاجه اللي ارتاح لها مش يعني على حسب الفكر بحال مثلا مرات تلقاني بغيت نشوف فيلم ديال رعاة البقرة او فيلم ديال الكاراتيه ولا كذا الخير ومرات لا بغيت نشوف فيلم ديال 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 أنطونيوني مثلا أنطونيوني ولا غادي نشوف بازوليني ولا نشوف ديال فيليني امتي ولا ف والأفلام العربية تراها ولا بعد ما تكلم لا قليل لهذا تركت أنت السينما المغربية ولم تعد التجربة لا 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 ما تركتش السينما المغربية تركت لا يعني حقيقة الشرقيين عاملين مجهود وخصوصا المصريين عاملين مجهود يعني في السينما لا لا ينكر وبدليل أن الأخ يوسف شاهين يعني في أفلامه الحمد لله اللي كيقدم إلا وكتنال الجوائز لأنه كيشوف بالرأي بالمنظر العالمي لا الزاوية الضيقة. هلا سؤال أخير فعلا هو السؤال ما الأخير. قبل الأخير لا والله الأخير كثير كثير من الفنانين المغاربة يدعون إلى التطبيع يدعون إلى التطبيع مع إسرائيل يدعون
تطبيع مع إسرائيل، تطبيع الثقافي، التعامل مع إسرائيل، إقامة الحفلات مع في إسرائيل مثلا، زيارة إسرائيل. هذا شغلهم، هذا شغلهم. ماذا يقول الأستاذ عبد الوهاب؟ هذه أشياء بصراحة أنا ما ليش أي دخل فيها نهائيا، وكل واحد يعني يأخذ مسؤوليته. نعم، مسؤول عن نفسه. فأنا كنشوف أن يعني القضية الفلسطينية يعني أنا كنشوفه يوميا، يعني شبه اجتماعات يوميا، شبه اتفاقيات يوميا، شبه كذا، فالأشياء ما لم تحل بعد، ما واضحاش. نعم، أنا في نظري يمكن. نعم، لأن ما كنتبعش الأحداث السياسية، ولكن أنت لن تطبع، هم يطبعون على كيفهم. نشكر الفنان العربي الكبير، بل الفنان العربي العالمي أيضا، الأستاذ عبد الوهاب الدوكلي، ونشكره على استضافته لنا في بيته في الدار البيضاء وعلى ساعة صدره. وأهلا وسهلا فيك. الله يبارك، الله يطول عمرك. شكرا. وأنا بدور الأخت ليلى يعني تشكرتي للتلفزيون القطري وإلى الجمهور اللي يحبك، عريض لكي يشوف البرنامج برنامجك، وتشكرتي للطاقم التقني كذلك اللي أتاهما يعني عملوا مجهود كبير. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك.